انا اذا سمحت لي نجاوبك نجاوب لك، انا نعرج نقول نمد معليش تفضل. الخرجه نتاع القطاع نتاعنا، القطاع نتاعنا دائما نحاصروه وانه قطاع يسير النفايات. قطاع البيئه هو ماشي، ليس لانه هذه موش مهمه، التسيير المدمج للنفايات سيت اون استراتيجي وعرضناها امام، عرضناها وانتهينا منها ومديت رقم وقلت باللي في خلال 5 سنوات، لانه لا استراتيجي اللي سير 5 ans، خلال 5 سنوات من بدايه تطبيق لا استراتيجي ناسيونال دو جيستيون دي كريدي ديشي رايحين نوظفوا 40,000 عامل ورايحين ننتجوا 2 ملايير خلال 5 سنوات، ناكد على هذه الفتره خلال 5 سنوات 2 ملايير دولار، وهو ما يعادل ما انفقته الدوله على البيئه خلال 20 سنه تقريبا. يعني ما انفقناه خلال 20 سنه رايحين نجمعوه في خلال 5 سنوات من خلال تطبيق لا استراتيجي ناسيونال لا جيستيون انتيغري دي ديشي اللي ترمي فيها سنة 2035 الى صفر نفايات ردم، وبالتالي الطون اون بي با اتاندر زيرو مي اون طون نتجه نحو عدم الردم وانما لا فالوريزاسيون انرجيتيك ورسكالت ما قيمته 30% من يعني عندنا تصور واضح لتسيير النفايات. اذا استراتيجيه ايوا هذا مضروج ضمن لا استراتيجي ناسيونال، وهذه لاول مره وانا يعني فخور اليوم باش نمد هذا انه هذه ستكون في ديسمبر، يعني ديسمبر الجاي ستعلن عليها معالي الوزيره وهي واقفه عليها يعني ابي دوفر كوموندي، لان مهمه بزاف لا استراتيجي ناسيونال سي لا بروميير دو جونز. القطاع يعد استراتيجيه وطنيه للبيئه والتنميه المستدامه، نضموا البيئه والتنميه المستدامه. الدوله الجزائريه اليوم عندها تصور جديد لمفهوم الاقتصاد خارج المحروقات والبيئه، أدرجت الآن مفاهيم الاقتصاد الأخضر، الاقتصاد الأزرق، الاقتصاد الدائري، الاقتصاد التنوع البيولوجي، التغيرات المناخية. هذه بنيناها على صورة. الآن معالي الوزيرة أشرفت مؤخرا على لو رابور ناسيونال دو لونفيرونمون، على إعداد التقرير الوطني حول البيئة، وهذا تقرير مهم جدا جدا فيه 15 تام، واحد متعلق بالصحه، واحد متعلق بالماء، واحد متعلق بالجبال، واحد متعلق بمكافحه التصحر، واحد يعني كل بالارض يشرح الوضعيه. سيت اون فوتو نتاع البيئه في الجزائر في ان طون تي في نهايه 2016.